تاني وصفة عندي أم علي بالشوفان. أم علي بالشوفان مقاديرها عندي عجينة الباف بيستري أو عجينة الباتيه أو الألف راق وراق، يعني ليها أسامي كتير، اللي هي اللي بتتباع في السوبر ماركت، وكيلو لبن، وعندي نص كوباية زبيب، وعندي نص كوباية جوز هند، ونص كوباية شوفان، ونص كوباية سوداني، وقشطة، ومعلقة صغيرة فانيليا. هقول المقادير مرة كمان ومعاكوا اهي على الشاشة لو حابة، لو حد عايز حابب يصورها. أم علي بالشوفان عندي عجينة الباف بيستري، عندي كيلو لبن، عندي نص كوباية زبيب، نص كوباية جوز هند، نص كوباية شوفان، نص كوباية سوداني، وقشطة، ومعلقة صغيرة فانيليا. تمام. أنا دلوقتي أول حاجة عملتها على النار، وأنا في الفاصل حطيت اللبن بتاعي يسخن على النار، زي ما انتم شايفين هو أصلا خلاص بيغلي. سيد معلش ممكن سكر؟ انا اسفه مش كاتبه سكر، معلش. هتزودي السكر حسب الرغبه، سواء نص كوبايه زي ما انت عايزاه. انا بحط على الكيلو حوالي نص كوبايه. انا اللبن عندي تمام كده، هحط جوز الهند، تمام، هحط الفانيليا، والفانيليا برضو لو سايله يا سلام بتدي ريحه فظيعه، وهحط السكر، وهقلب كل ده مع بعض. طبعا برضو تقدري تعمليها بالباف بيستري واللبن وجوز الهند وشويه زبيب او مفيش زبيب، زي ما انتوا عايزين. اهو زودنا السكر اهو في المقادير قدامكم اهو. انا تمام كده اللبن عندي تمام، حطيت عليه جوز الهند وحطيت عليه السكر، تمام. وهبتدي احط الشوفان بتاعي. بصوا دي اضافات، مجرد اقتراحات، يعني تقدري تشيلي حاجه منهم او تحطي حاجه منهم، الدنيا يعني براحتك خالص. العجينه بتاعت الباف بيستري انا قطعتها بشكل عشوائي كده ودخلتها فرن. بعد ما دخلتها الفرن دخلتها على صاج من غير اي حاجه، من غير ما ادهنها اي حاجه، اخدت لون بالشكل ده، وهحطها طريقه عشوائيه، يعني مش لازم يعني اكون عاملاها بشكل معين او تقطيع معينه، تمام. اهو الشكل ده كده هحط الزبيب، هحط السوداني. طبعا عايزين مكسرات تمام، بس انا السوداني طبعا دلوقتي المكسرات بقت غاليه قوي، فحطيت مكانها سوداني. تقدري تشيليه خالص، مفيش اي مشكله، يعني الدنيا تقدري تشيلي فيها اللي انت عايزاه. انا هحط اللبن، انا سخنته اللبن اهو زي ما انتم شايفين، في الشوفان وفي جوز الهند اهو، وهبتدي اقلبه كده تحت، تمام اهو، هبتدي ادخله كده بالشكل ده اهو، تمام. وهبتدي احط فوق الوش قشطه بالشكل ده كده اهو، افردها على قد ما اقدر كده، افردها عشان هي اللي بتديني لون الوش الجميل اللي في ام علي. ام علي حلو سهل وسريع وبياخدش وقت مني خالص. ودلوقتي على فكره العجينه بتاعت الباف بيستري دي في منها انواع مصري كتير في السوبر ماركت، لان في انواع منها غاليه قوي، وفي منها انواع، يعني انا النوع اللي مستخدماه النهارده مصري سعره مش غالي خالص، يعني العلبه عامله حوالي 12 جنيه العلبه. في انواع دلوقتي مصري منها كتير، تمام، وفي انواع طبعا منها بحاجه 40 جنيه، فيعني بالظبط، فبلاش منها بقى ونشجع المصري كده الجميل، وبتطلع تحفه وزي الفل، تمام. انا كده عملت القشطه فوق الوش، حاولت افرشها على قد ما اقدر بالشكل ده كده، وهنضف بس البايركس بتاعي وادخله الفرن. تقدري تستبدلي الباف بيستري بكرواسون، لو عندك كام واحدة كرواسون كده قديمة أو حاجة تقدري تستخدميها فيها، يعني ممكن كالحاجات اللي انت هترميها وإعادة تدوير ليها تقدري تستخدميها برضو في الوصفة دي. أنا هدخلها الفرن أهو، وهسيبها تاخد وش واللبن يشرب شويه من الباف بيستري، هي برضو ما بتاخدش وقت خالص على النار.